قاسم نريد اطلاق سراح المعتقلين اذا اي حجز الظهر لا يتبقى. نريد اطلاق حصل في عرسيل بشكل صريح هو مقتل مواطن لبناني عرسيلي على باب داره وهو متوضئ وخارج للصلاة وهو ليس إرهابيا وليس مجرما وليس فارا من العدالة. كل تهمتي أنه إنسان مسلم ملتزم ويريدون أن يلبسوا هذا الإنسان ثوب الإرهاب وحكموا عليه بالموت وقتلوه وهو في سيارته بدون تردد وبدون بإجرام بارد. الدم غطى بالتراب.